القسم الأول كيف يكون حال المسلم مع القرآن. اللي في زرانا بقولون يا رب الكريم توديا أما كاسكني أول ويسيس نفوبا فعلا في الإسلام الكريا من دون القرآن إليه القرآن لأن الله سبحانه وتعالى نويم أولا فهيس نواجه لابد أن يكون لك ورد يوم قراءة يومية من القرآن. بقولون زي بتشميت زوجة أتونو السنانجو أم نانجو بينا نوزن بتشميت بي زوجة تنو ويرد ميسان ديال أولا في القرآن زنة إذا تشميت بكي نو السنانجو. أهم سورة عندنا أي سورة؟ إيه نو زي سورة إزاي كنا ما نندعج بيبي خطوة أو من سورة ريجة أولا في القرآن أم شكايا ما هي أهم سورة في القرآن عندنا؟ إيه سورة زي كنا ما في سنانجة أولا في القرآن سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لابد أولا تصحح قراءة الفاتحة. قولون تلين تشمي سميلا ما نصارى لفمكينو سورة الفاتحة زنينو بلا فكينو ساريجا. تأتي إلى الشيخ إلى الأستاذ إلى الإمام وتقول أنا أقرأ عليك أصحح عليك قراءة الفاتحة مهم جدا. ما نكنا فكيانا سنو تلين دي ممتانياز وزود يمن قعدتك عبين أرنو لفمكينا سورة الفاتحة أم نفهم بتشارك وجوزاً فكنا أرجعن تكنويز بسورة الفاتحة. لأن لو أخطأنا في سورة الفاتحة قد تكون الصلاة باطلة. ستشير وجهك تكتنين ما معني سورة الفاتحة ديسو ناس يرى دلنا لك ما كيس كني سورة الفاتحة ميت ماني بالصلاة وتشكرن ربنا. خاصة من يقرأ عندكم يقول الذين خطأ لابد أن تقول الذين تخرج لسانك ذال ليست زاي. نعم يجي لكلين ما رمتشيكا ما تذكر أقول ما في سورة الفاتحة أمني الذين يوزاني ما تذكر زاني وما في سسل من هم اللي ذاني ولذي الذين لسا الذين لين فلان نسيميت لفاق يسولة وتنين زاني رسيميت شميلة أرين ولابد أن تتعلم معنى هذه السورة. أي سورة تقرأ من القرآن لابد تعرف معناها تنظر إلى التفسير تفسير مختصر لها كبلا فاتنا وقتلين لديكني آية ديكني سورة زي ما كنا هنا في القرآن دي ميلا فاتنا وديكني بغير من أول تفسير تفسير زلوي لو بروك ما ميلا بير اسمع عذاب دي بيكون القرآن زي ميلا فاتنا وقول الآية زي ما كنا في كل يوم نحفظ وفي كل يوم ننظر في تفسير الآيات ونعمل بالقرآن سنة بنسيك دي ميلا ما نوزيك ما مك القرآن شيكا دي ماني تدرين بوك تفسير ماني تدرين بوك ما عذاب دي كان القرآن دي ما في حاجة أن زابطة ولا تنزل القرآن نعم.